نتكلم شوية عن جزئية مهمة جدا الحقيقة، وهي عنصر جذب كبير جدا في أي كتاب وفي أي رواية، وهي فكرة الغلاف، تصميم الغلاف، وفكرة أنك بتعيد طباعة وبتعيد نشر الأغلفة بمرة تانية، فأنت برضو محتاج أنك تعيد تصميم بعض الأغلفة. ما احنا من 15 سنة كانت الألوان وعناصر الجذب حاجة، والنهاردة أنا بجذب بطريقة تانية وبصمم بطريقة تانية وفي طرق مختلفة. نجاحك في اختيار الأغلفة بتاعت حضرتك اللي بتستخدمها أو اللي بتختارها، مع طبعا دور النشر اللي بتتعاون معاها، كلمني شوية عن الجزئية دي، وخاصة أنه يعني حضرتك نجحت جدا في الجزئية الحمد دي. لله. من أجمل أو من أهم الحاجات في النشر النظر للصناعة على بعضها. أيوة. في المشروع اللي طرح عليا من دار الشروق كان في فكرة المشروع، مش أنه احنا مثلا هننشر رواية هنا ورواية هنا، ولذلك مثلا الاربع روايات مثلا هم اتنشروا مع بعض، مش مثلا واحده ورا واحده او بينهم وقت. ودي كانت الاعمال اللي معايا حقوقها، يعني في اعمال تانية ان شاء الله اول ما تبقى معايا حقوقها هيكتمل هذا المشروع. أيوة. جزء كبير ومهم جدا من المشروع ده كان شكله الجمالي. أيوة. سياقه. أيوة. هويته البصريه. أيوة. اللي تخلي اي قارئ لما يشوف الكتب من بعيد يقول دي كتب طارق امام. أيوة. ده مشروع طارق امام، او ده تصميم هاني صلاح، او ما هو من هنا أو بقى، او ده تصميم هاني صلاح بالظبط كده. من هنا جه اختيار بقى، قعدنا طبعا في مناقشات مين افضل فنان يعمل. صحيح. يعمل ده، فتم صحيح. اختيار الفنان هاني صلاح. أيوه. اللي فعلا عمل هويه بصريه. أيوه. للكتب. يكفي ان انا اقول لحضرتك ان انا اهداءاتي للكتب توقيعاتي. أيوه. برسم، باخد موتيفة الغلاف في كل كتاب. أه. وارسمها واكتب تحتها الاهداء، يعني بقى حتى الموتيفات اللي عملها هاني ارتبطت بيا انا وانا بهدي الكتب للقراء. احنا معانا كمان مصمم الاغلفه عن طريق زوم، الاستاذ الفنان الجميل الاستاذ هاني صلاح، وللحقيقه نجاح كبير جدا في تصميم اغلفه الطبعات الجديده لروايات الاستاذ طارق امام. اهلا بحضرتك استاذ هاني. اهلا بحضرتك، منورنا عن طريق زوم في يحكى أنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اولا الف مبروك. وبرحب طبعا بالمبدع طارق امام. اهلا 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 بحضرتك. طبعا احنا سعداء جدا بالنجاح اللي حققته الروايات من خلال تصميمات حضرتك طبعا، ومن خلال الاغلفه كمان الجميله واللمسات الجميله اللي حضرتك حطيتها على التصميم النهائي، خاصه بعد اعاده الطبع. واضح طبعا ان في جهد كبير جدا مبذول، وان في شغل كبير مبذول في التصميم. فكره اعاده الطبع او اعاده النشر من وجهه نظر حضرتك كمصمم للاغلفه، ده خلاك تفكر في ايه، في انك تقدمه جديد على الغلاف اللي بتصممه؟ هو طبعا مجموعه كتب طارق امام لما يعني هي احنا كنا بنتعامل معاها كمشروع متكامل. فكره كمان ان الكتب كانت موجوده وليها اغلفه سابقه، دي شويه بتصعب الموضوع اكتر، يعني لان انت بتبقي محتاجه يعني رقم واحد تقدمي يعني فكر جديد تماما، رقم اثنين ان هو مشروع متكامل زي ما قلنا، فهيبقى فيه يعني فكره الترابط والاختلاف بين الاغلفه مع بعضها. ف لما ابتديت اقرا الروايات طارق الكتابه بتاعته فيها جانب سريالي جميل كده، ويمكن ده يعني انا كفنان تشكيلي برضو يعني انا يعني تبع المدرسه السرياليه، فمن هنا الكيمياء اتظبطت برضو شويه مع يعني مع التفكير في الاغلفه. يعني اخترت ان انا يعني رقم واحد يعني عوالم طارق امام المختلفه في الاربع روايات ان انا اعبر عنها بفكره لوحه مرسومه يعني. وتبقى قريبه جدا لروح طارق امام اللي هو كاتب بيها الروايه. جميل. أستاذ هاني، إيه الفرق ما بين إن حضرتك تكون بتصمم غلاف لعمل أو لرواية أو لكتاب جديد، والفرق ما بين إنك تكون بتصمم غلاف لحاجة اتنشرت قبل كده أو لكتب بيعاد نشرها مرة تانية؟ ده كمصمم أغلفة بالنسبة لحضرتك فرق معاك في إيه؟ أو كانت إيه اللمسة أو الإضافة اللي حضرتك عايز تضيفها، زي مثلا ما الكاتب او المؤلف اضاف في رواياته؟ اكيد حضرتك كمصمم كنت حابب ان يكون عندك بصمتك كمان في اعاده ما ينشر وفي اعاده ما يصمم للجمهور مره تانية. ما هو بالظبط كده، وزي ما قلت لحضرتك هي الفكره يعني
بما ان في بقى في غلاف سابق، فانا رقم واحد انا لازم ابعد تماما عن اللي حصل قبل كده. فدي اهم نقطه طبعا في الكتب اللي بيبتدي يتعمل لها، يعني نشرت سابقا وبيعاد نشرها مره اخرى. ايه اكتر؟ تاني حاجه، انا ابتديت اقرا الروايات يعني على يعني، وتشبعت جدا يعني بمحتوى كل روايه، وابتديت بقى يعني اطلع بقى على الورق الرسم المعبر عن الغلاف. طبعا بيبقى يعني في كذا حاجه انا ببقى حريص عليها. اولا الغلاف طبعا هو ليه جانب تجاري، ان يعني أو اللي هو البيع. ايوه رقم اتنين، ان هو لازم يبقى بيعكس طبعا روح وجو الروايه. رقم ثلاثة، يبقى يعني بناء فني قوي وجذاب يعني. ايه اكتر غلاف رواية اخذ من حضرتك وقت ومجهود كبير؟ هي يمكن مجموعة طارق، عشان يعني هم يعني زي ما قلنا هم كانوا 4 أغلفة مع بعض، فكان يعني زي ما قلت لحضرتك هيبقى في اتفاق واختلاف بين الكتب الأربعة. يعني الموضوع خد وقت وتفكير، ومن كل فريق العمل في الدار يعني، مش انا لوحدي. فكره أكيد. كمان مثلا اختيار الخطوط، خط العنوان بتاع الكتاب، وخط طارق امام، يعني كان في تجارب كتير لحد ما وصلنا للشكل الحالي يعني. فلا، هو المشروع خد وقت ومجهود يعني. حضرتك بتفضل إن الغلاف يكون بيعبر عن مضمون العمل، ولا بتميل لاستخدام الرموز علشان القارئ ما يكونش يعني مستوعب قوي إيه بالظبط اللي جوه، وإيه الحكاية والنهاية شكلها إيه؟ لا، انا بحاول اعمل معادله بين الاثنين يعني. آه. يعني استخدام الرموز، وفي نفس الوقت يعني ما يبقاش تصميم كاشف للمحتوى. بالكامل لمحتوى الكتاب يعني. آه. يعني هي لازم تبقى يعني ميزان بين الاثنين يعني. ايوه، كقارئ بقى ايه اللي بيشد حضرتك في كتابات الاستاذ طارق امام؟ زي ما قلت لحضرتك، هو يعني جانب كبير من طارق العوالم الخياليه ومزج بين الخيال والواقع، والجانب السريالي الكبير اللي هو برضو اللي هو يعني زي ما قلت بيتشابه جدا مع شغلي بقى فنيا يعني. هو ده القاسم المشترك يعني الكبير يعني. جميل. استاذ طارق، تحب توجه اي سؤال للاستاذ هاني صلاح عن طريق زوم النهارده معانا، بما انكم انتوا الاثنين منوريننا مع بعض؟ انا عاوز اشكر هاني جدا جدا جدا، وعاوز اقول ان من اللحظه الاولى فعلا واحنا بنتكلم على اعاده نشر الاعمال، انا قلت انا في فنان اسمه هاني صلاح. لم اكن قابلت هاني بالمناسبه ابدا. كنت شفت شغله بس، واعتقد ان دي اجمل علاقه تنشا بين اتنين فنانين يعني، انهم يحبوا شغل بعض او يحسوا بشيء مشترك من غير ما يكونوا اتقابلوا. بعد كده اكتشفت ان هاني كمان مواليد 77 زيي، ففي واضح ان في مشتركات. فبشكره جدا. وسؤالي الوحيد ليه يعني، احنا مستمتعين جدا يا هاني باغلفتك، وعلى فكره هاني كمان رسام كوميكس مهم جدا جدا يعني، في مجلات الاطفال واليافعين وكتب الاطفال وكده. سؤالي بقى لهاني، بما انك اتكلمت عن نفسك كفنان تشكيلي وعن اعمالك التشكيليه، متى سنحضر معرضك القادم او معرضك الجديد؟ والله انا بالفعل شغال حاليا يعني على تحضير المعرض، ويا رب يكون قريبا ان شاء الله يعني، ممكن على السنه الجايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك انا جدا. برضو عايز استغل الموضوع دوت في ان انا اشجع طارق. هو أيوة. طارق يعني جواه فنان تشكيلي، وده بيبان جدا من التوقعات بتاعته للجمهور في الكتب يعني. انا يعني على الهوا هو بشجعه انه يعني لازم يعني يمارس الفن التشكيلي يلا، واحنا بدون مستنيين مجامله والله يعني. انا نبدل، شايف كده حقيقي يعني. انا ارسم بقى وانت اكتب، تعالى نعمل كده لعبه للناس. او حضرتك ترسم، او حضرتك بقى تكمل كتابه، او هو يكتب وحضرتك تصمم له بقى بالظبط الغلاف نبدل. يعني يبقى في كده تبادل في الادوار. انا بشكر حضرتك جدا استاذ هاني، وسعداء جدا بلقاء حضرتك، نورتنا. ميرسي. ربنا يخليك. ميرسي ميرسي. واضح ان العلاقه جميله الحقيقه.